صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز مناصرة بعض الجماعات مع أنه عرف عنهم السكوت عن الشرك وبعضهم يمارسه، وما الحكم في من يدعمهم؟ لا يجوز الدخول مع الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد، لأنها دعوة مخالفة لدعوة الرسل. هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز الانتماء إلى هذه الدعوة. نعم.